مشاهدينا الاعزاء وين ما انتم وين ما كنتوا، تحيه كبيره لكم، بنرحب فيكم وبنحييكم عبر شاشتكم تلفزيون السلام، اهلا وسهلا فيكم اليوم في هالبرنامج المميز. دائما وابدا نقول لكم كل عام وانتم بخير. مشاهدينا اليوم برنامج المميز اكيد عبر شاشتكم تلفزيون السلام برعايه كريمه من شيك المكياج، برنامج اهلا بالعيد. واهلا بالعيد بعد ما كنا اهلا برمضان، واكيد اجواء العيد وتحضيرات العيد رح تكون موجوده مع شيك المكياج تحديدا. شيك المكياج مفرخ المقاطعه بجانب تاكسي التفال، شيك المكياج شنط احذيه ملابس اكسسوارات ومكياج. شيك المكياج بقول لكم كل عام وانتم بخير، وانتم مدعوون للبضاعه ذات الجوده العاليه والاسعار المضمونه والمناسبه. شيك المكياج اكيد معاها هالحلقه راح تكونوا انتم متميزين. شيك المكياج علامه فارقه وكبيره في عالم الاكسسوارات والاحذيه والشنط والملابس والمكياج. نشوف الاجواء، نسال الصبايا، واكيد لهم هدايا من شيكل ومكياج. مشاهدينا متواصلين معكم مع شيكل ومكياج، شيكل ومكياج اكيد شنط مكياج اكسسوارات وملابس واحذيه. شيكل ومكياج دائما مفرق المقاطعه قرب تاكسي التفال. شيكل ومكياج المميز دائما بكل ما يقدمه من اسعار مميزه وبضاعه مميزه. شيكل ومكياج خليه عنوانكم والتحضيرات للعيد مع شيكل ومكياج اشي الف الف. كل عام وانتم بخير. انت بخير. كل عام وانتم بخير. انت بخير. انت بخير. تعرف عليكم؟ ايه سيرين قطاوي من زينب. اهلا وسهلا فيك، تعرف عليك؟ نهى طويل من الطايبه. اهلا وسهلا. رنا ربيع من الطايبه. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. كيف شايفين الاجواء في طول كرم سواء اجواء رمضان او التحضيرات للعيد؟ حلوه جدا ومميزه. منيحه تمام. شو في نيه الافطار اليوم في طول كرم؟ لا والله. لا فيش نيه، اهلا وسهلا. عند الماما يلا، نتمنى لكم صياما وقولا افطارا شهيا. اليوم احنا برنامجنا تحت رعايه شيكل ومكياج. ما بعرف شو سمعتوا فيه شيكل ومكياج من قبل؟ سمعت فيه. طيب انا راح اعطيكم موقعه بالضبط كمان مره، اللي هو مفرق المقاطعه قرب تاكسي التفال. شو عنده شيكل ومكياج؟ شيكل ومكياج عنده شنط مكياج اكسسوارات وكمان ملابس واحذيه، يعني اللي بحب هاي الشغلات الصغيره هيك الحلوه المميزه بتلاقوا عند شيكل ومكياج. سؤالنا لكم من شيكل ومكياج، من هو الحيوان الذي يملك اقوى ذاكره على في الكره الارضيه بين الحيوانات؟ الجمل. الجمل؟ الجمل. متأكدين؟ ايوه متأكدين. اجابه صحيحه، الجمل بالفعل هو الحيوان الذي يملك ذاكره قويه جدا وتعد اقوى الذاكره في الكره الارضيه ما بين الحيوانات. شو بتقولوا لشيكل ومكياج؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام. كل عام. مشاهدينا متواصلين معكم مع شيكل ومكياج، شيكل ومكياج اكيد شنط احذيه اكسسوارات وايضا ملابس شنط او وايضا كل مستلزمات حتى الفتاه السيدات البيت، كل ما يلزمكم لدى شيكل ومكياج موجود مع برنامجكم. اكيد اهلا في العيد في ظل التحضيرات لعيد الفطر السعيد. كل عام وانتم بخير. انت بخير. تعرف عليكي؟ اهلا. ايمان حفيده. اهلا يا ايمان. ايمان اولا كيف شايف الاجواء في طول كرم السوق والتحضيرات؟ الاجواء حلوه وبلشت تجهيزات العيد مبينه والسوق ما شاء الله. ان شاء الله تكون الامور تمام. اليوم برنامجنا عبر شاشه التلفزيون السلام برعايه كريمه من شيكل ومكياج، بتعرفيهم؟ طبعا. وين موجودين؟ شارع فرعون. لا موجودين مفرق المقاطعه بجانب تاكسي التفال. مفرق المقاطعه بالضبط، يمكن تخربطك اسم الشارع او فكره الشارع. انت من علاره؟ اوكي اهلا وسهلا فيك. طيب بدي اسالك سؤال بسيط كثير نعرفه، يعني المفروض ما نغلطش فيه. الصوره اللي ما بتبدا ببسمله بلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. ساعد يا شيخ، احكي يا شيخ. سورة البراءة. سورة براءة، براءة من الله ورسوله، اللي هي سورة التوبة. مظبوط؟ إجابة صحيحة يا إيمان، سورة براءة والتوبة هي الصورة التي لا تبدأ ببسملة. شو بتقولي لشيكل ومكياج؟ يعطيهم العافية وبضاعتهم ما شاء الله ممتازة وبالتوفيق. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. مشاهدينا متواصلين معكم مع شيكل ومكياج، وأكيد تحضيرات مميزة في شيكل ومكياج لاستقبال فترة عيد الفطر السعيد. شيكل ومكياج مميز فيكم ومعاكم، وخلال هذه الفترة من خلال برنامج أهلا بالعيد أكيد إحنا مميزين لأنكم أنتم معنا. كل عام وأنتم بخير. أنا وانت بخير. وانت بخير. تعرف عليك. علي مبروك. اهلا يا علي. علي كيف تحضيرات العيد وكيف كانت اجواء رمضان؟ ايوه ماشي الحمد لله يعني. امور تمام؟ حلوه. الحمد لله. طيب اليوم برنامجها برعايه شيكل ومكياج، بتعرفيهم؟ نعم. وين موجودين؟ عن جنب تاكسي التفال. بجانب تاكسي التفال مفرق المقاطعه، شو المميز بشيكل ومكياج؟ ضاعتهم حلوه يعني واسعارهم منيحه.
اكيد دائما البضاعه حلوه والسعر منيح. عند شيكل ومكياج، طبعا شيكل ومكياج هم يعني بقدم لكم احذيه، اكسسوارات، ملابس، شنط، مكياج. اهلا وسهلا. يلا سؤال، الفراشه من وين تتنفس؟ من اين تتنفس الفراشه؟ يلا اعطيك خيارات راح اساعدك منيح. هل تتنفس من اللي هو جناحيها، ام تتنفس من بطنها، ام تتنفس من رجليها، ام تتنفس من زعانفها؟ رجليها. جواب نهائي؟ اجابه صحيحه، الفراشه تتنفس من رجليها، اجابه صحيحه 100%. شو بتقول لشكل؟ يعطيكم العافية إنه شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا الأعزاء، متواصلين مع شكل مكياج، أكيد علامة فارقة في عالم شنط المكياج، الإكسسوارات، الأحذية، الملابس. شكل مكياج كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وانت بألف. عليك. صفاء من شوي. أنا صفاء. ربع أبو حج. أهلا وسهلا فيكم، كيف شايفين التحضيرات للعيد، أجواء رمضان؟ بتجنن إن شاء الله، الكل مستعد ونفسيتهم حلوة. أكيد إن شاء الله بيكون هيك الوضع. والامور من زايد لزايد. صفاء، اليوم برنامجها برعايه كريمه من شيكل ومكياج، تعرفي وين؟ عند المقاطعه عند التفال، منفق المقاطعه بجانب تاكسي التفال. صحيح يا صفاء. بدنا نعطيك سؤال، تفضل بتجاوب عليه صح بتاخذي جائزتك من شيكل ومكياج. سؤالنا لك، ما هو اللقب الذي يطلق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صادق الامين. اوكي، في شو كمان؟ مش متذكره. سؤال، اللقب الذي يطلق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو احد اسمائه يعني؟ المصطفى. الله عليك، المصطفى. صحيح، اجابه صحيحه، بتربح اكيد جائزه من شكل مكياج. شو بتقولي؟ يسلم كثير وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير، شكرا لك. شكل مكياج بتميز فيكم ومعاكم، وفي خلال هذه الفتره اكيد شكل مكياج بيستقبلكم بجانب تاكسي التفال، موافق المقاطعه، اكيد المكان موجود هناك. شنط، احذيه، ملابس، مكياج، اكسسوارات، شكل مكياج بتعرفوه. كل عام وانتم بخير. وانت بخير، صحة وسلامة. عام وانتم بخير. انت بخير. انت بخير. طيب، بتعرف عليك؟ لطيفة دياب من تول كرم. أهلين يا لطيفة. نحكي عن شكل مكياج احنا اليوم، بتعرفيه؟ بعرفه، بزوره كثير كمان. ممتاز، بتعرفوا شكل مكياج؟ نعم، كيف بتعرف عنه؟ شو الأشياء المميزة فيه؟ كثير في عنده أشياء حلوة. شو رأيك؟ صحيح. انت بس متاكدي على كلامهم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم، واحنا اكيد معاكم ان شاء الله، ونكون اليوم في هالبرنامج المميز مع شيكل ومكياج. بدنا نشوف انه راح يجاوب على السؤال، طبعا اللي بجاوب على السؤال انا راح اعطيه هديه بغض النظر مين. لطيفه، ما تعرفش اسمي. مغفره. شاهد اللي بجاوب على السؤال يا سيدي. يلا السؤال لكم، من هي اول امراه وضعت الاقراط، الاقراط اللي الحلاق هذول على اذنيها؟ يلا مين؟ أول سيدة ارتدت الأقراط في أذنيها، الأقراط الحلق، عارفين يعني. أعطيك خيارات، هل هي السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم هي، خلي في منافسة يا أبو عيسى، هل هي السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا جميعكم لأنه هو راح يأخذ الجائزة باسمه راح يكتبها، أم هي زينب بنت جحش وهي أيضا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هي زرقاء اليمامة، أم ستنا هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ خديجة. حكي خديجة. لا شو رأيك؟ يلا كمان مرة، ستنا خديجة، ستنا زينب بنت جحش، زرقاء اليمامة، هاجر عليه. زرقاء اليمامة، بعد مشتاج. لا هي ستنا هاجر. هاجر. شو رايك؟ الجواب النهائي كله راح يتسجل عليك، خلص سجلت عليها زرقاء اليمامة. هاجر. وانت؟ هاجر. ضل زينب. يا شو مثلا مزع الورقة نصين. طيب هسه نتفق، الإجابة الصحيحة هي هاجر، وعندنا إجابة من لطيفة ومن شهد. يلا ما بعرفش هسه إني بتفكر بين بعض، أنا ما إلي علاقة. شو بتكون رشيكم؟ شكرا وإن شاء الله بالتوفيق دائما. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. لهون نوصل لختام حلقتنا المميزة من شيكل ومكياج، قدمناها لكم عبر تلفزيون السلام ببرنامج أهلا بالعيد، برنامج أهلا بالعيد اللي بيأتيكم إن شاء الله خلال العشر الأواخر من شهر رمضان. إن شاء الله هذا البرنامج دائما بيكون معكم مع شيكل ومكياج مميز ومتميز. شفنا الناس، سألناهم، كان في هناك إجابات مميزة. شيكل ومكياج الموقع بسيط جدا، موقع المقاطعة بجانب تاكسي التفال،
شكل ومكياج، كل ما يلزم من الاكسسوارات والاحذيه والملابس والشنط والمكياج لدى شكل ومكياج. خلوه خياركم شكل ومكياج. مشاهدينا اكيد اللقاء بكم سيتجدد، الى ذلك الحين تقبل الله صيامكم وكل عام وانتم بخير، الى اللقاء.